نبدأ بالسؤال الثامن. اليوم الثامن سؤال الثامن. كان يعملوا يوم الثامن شنو يسميوه؟ يبدأ هكا بين لحد واثنين شنو يسميوه؟ يوم الأح يو يوم ال يوم ال حبي عرفتك هذا أنا ماشي يسميوه اليوم الثامن. أنا أعطيكم لا ليش ما عنده اسم أي؟ يوم الأحنين مثلا يبدأ بين لحد لحد واثنين يوم... يا أمي على المصادر. السؤال التاسع، لو كان تعمل لو كان تكمل كات سيزون في قناة تاخذ معها بورسيون فريت تاخذ باه. السؤال العاشر، طب شو ندخلوا في الجديد طيب. لو كان يرجع اليوم الثامن في التاسعة قداش تجي الحسبة؟ الثمانية والتسعة ما تجيش الحسبة. لا ما تجيش. قداش كونتراتوك مازال مع الحوار التونسي؟ ما فريلانس فريلانس. السؤال الحادي عشر، لو كان يجي نهار وتولي انت تقدم في لاباس، لازم معاك محمد بوغلاب يعمل سكتشات؟ تحية لي نحبو برشا محمد. تحية لمحمد صديقنا. ما جبتنيش. لا ما نجمش نقدم لباس، وبالتالي محمد ما نجمش يكون معايا في سكتشات. عشان نعطيك سؤال بطريقه جديه، لو كان تعمل اي برنامج اخر يكون معك محمد بوغلاب كالعاده؟ ليه عليه عليه محمد بوغلاب، مادام البرامج اللي نعملها تتماشى مع الستيلو ككرونيكر على عيني وعلى راسي، وانا سعيد جدا بتجديد التعامل معه. واضح. سؤال تقني تو، انت تبارك الله عندك سنين تو بين بلاتو بلاتو، ديما في بلاتوات، حنا في البلاتو قداش فيه من عظمه؟ برشا عاد طولت فيه فيش عظمه حاربه عاد طولت عظم عربي كل اي عظم عربي انقذتني. عربي شكون؟ عربي نصر ما عادش عارف. سؤال قانوني، بما انك رجل قانون نحب نعرف علاش الى حد الان حتى حد ما ترافع على الت المربوطه. الت مربوطه علاش التو اخويا؟ علاش ما عندناش محامي يا مان؟ فسروا لنا. نحب نقول لك اللي خلي فريق الاعداد اللي جانا دوسي للحق معاك، وربما تكون من الملفات اللي نتعرضوا لها قريبا. دوسي قديم من بريد الإيتاتية. سؤال سابع والأخير، بعد الثامن والسؤال السابع، بعد تقديم برنامج الحق معك ناوي تتعارك مع سامي وتحل قناة وحدك تسميها الثامنة؟ وكلنا ولاد ثمانية وجوزك حمزة. جاوب يا حمزة. جوكير جوكير. توا ثلاث أشهاري ماني كامل من صور تنجم وبرس أمك برس أمك ما تمشيش لسويسرا وفيك السنة. ميرسي مهدي ارتوهام على الكستيونير متاع اليوم حمزة.